اعتداء إرهابي يستهدف مجلسا حسينيا في سلطنة عمان، والسيد الحكيم يدين ويدعو السلطات العمانية لحماية مجالس العزاء. استعدادات خدمية وأمنية كبيرة لزيارة عاشوراء، وكربلاء المقدسة تشهد توافدا كبيرا للزوار. بيوت العراقيين وشوارعهم وأزقتهم تتحول إلى مجلس حسيني كبير وسط تأكيدات بدور الشعائر الحسينية بنشر الوعي الديني. في تلك الظهيرة العاشورائية برز الصدق على الزيف في مواجهة تاريخية انبرى الحق بكل تجلياته أمام الباطل وزيفه. هو الحسين قائد الركب، وثورة أراد الله لها أن تبقى ما بقي الليل والنهار، أن تستمر جمرة تستعر في صدور المؤمنين الراغبين للعليا طريق. للثورة ثمن وقرابين وأبطال وقرة عين تناثرت في الأفق أشلاء. بتلك الساعة منح الحسين الحياة بل الخلود لمن أراد الصمود، قدم القلب والفلذات. علي الأكبر أشبه الناس برسول الله، برز في الميدان قاتل قتال الشجعان، تمكن العطش منه قبل السيوف، أراد الماء فشرب عطش الحسين فارتوى، ثم ارتقى شهيدا محتسبا عند الله. سلام على الأكبر يوم الطفوف. ونصيح كلنا بصوت أنصار حتى الموت الواحد. شهدت العاصمة والعمانية مسقط اعتداء إرهابيا استهدف مجلسا حسينيا في منطقة الوادي الكبير. الداخلية العمانية أعلنت عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة عدد آخر نتيجة الهجوم الإرهابي بواسطة إطلاق نار على مجلس حسيني في منطقة الوادي الكبير، فيما أكدت الشرطة اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة للتعامل مع الاعتداء، وتقوم حاليا بالتحقيق في الحادث. من جانبه استنكر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم الاعتداء الإرهابي غير المسبوق الذي استهدف مجلسا حسينيا في سلطنة عمان، داعيا إلى توفير الحماية اللازمة لتلك المجالس. السيد الحكيم عبر في بيان عن ألمه لنبأ استشهاد 4 أشخاص وإصابة عدد آخر من أتباع أهل البيت عليهم السلام نتيجة اعتداء إرهابي على مجلس عزاء حسيني في منطقة الوادي الكبير في سلطنة عمان الشقيقة، داعيا السلطات في عمان لتوفير الحماية اللازمة لمجالس العزاء الحسيني والحفاظ على ديمومة الأمن والتعايش السلمي الذي تميزت به السلطنة. هذا ويواصل محبو أهل البيت عليهم السلام في منطقة القطيف بالسعودية
إقامة مجالس العزاء الحسينية، حيث تشهد المجالس حضورا من مختلف الفئات العمرية، وذلك لإحياء ليالي عاشوراء ذكرى واقعة الطف الأليمة. في ولاية بوسطن الأمريكية، يواصل محبو أهل البيت عليهم السلام إحياء الشعائر الحسينية، إذ تؤكد إقامة تلك المجالس تمسك المؤمنين بشعائر الإمام الحسين أينما كانوا وتواجدوا. والشهادة مطلبي شار من يوم المنية، صادق بإحساسي صادق بإحساسي، أنا غايتي أنا اختصر لو شهادة لو نصر، غايتي أنا اختصر لو شهادة لو نصر، لو أموت بعزة لو بالعالي رافع راسي بالعالي رافع راسي، نقطة حط راس الصبر أبدي لحسين العمر، أبدي لحسين العمر، والله طوف لسيدي آخر نفس بنفاسي آخر نفس. في العراق تحولت البيوت والشوارع والأزقة إلى مجلس حسيني كبير تذرف فيه الدموع حزنا على ما جرى يوم العاشر من المحرم على عترة آل النبي الأطهار. ويتناول خطباء المنبر الحسيني سرد واقعة كربلاء والثورة التي قادها سبط رسول الله الإمام الحسين عليه السلام في العراق ضد الحكم الأموي، تلك الثورة التي مثلت خطا واضحا للحق ونصرة الدين ضد خط الباطل الذي يريد أن يضلل الأمة الإسلامية ويهدم ما أسسه وبناه النبي وأصحابه الكرام. مكتب السيد الحكيم ببغداد يواصل إقامة مجلسه الحسيني السنوي الذي يستمر حتى يوم العاشر من المحرم. المجلس يشهد يوميا حضور حشد كبير من المعزين، لا سيما من جيل الشباب، فضلا عن المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين وعلماء الدين. ويحاضر في المجلس الخطيب الحسيني السيد إحسان الحكيم فيما يردد القصائد الحسينية الرادود الملا محمد الجنامي. يقلنا يا ابويا الماي قل لي منين اجيب وانا قلبي مثل قلبك. ليش ما تحكي ليش؟ بكره بن غانم يفتخر. من برز قال علي ما تسوى عانا، لما برز قال علي ما تسوى عانا، نرجع نرجع بكر بن غانم يفتخر. شهدت محافظة كربلاء المقدسة عقد اجتماع ثلاثي جمع وزيري الكهرباء والداخلية ومحافظ كربلاء المقدسة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتأمين مستلزمات إنجاح مراسم زيارة عاشوراء المليونية. وزارة الكهرباء ذكرت في بيان أن المجتمعين استعرضوا الجهود المبذولة لتأمين متطلبات الزيارة في الأجواء المثالية تهيئتها طبعا وإنجاحها، مشيرا إلى أن وزير الكهرباء زياد فاضل أكد أن الهدف من الحضور إلى كربلاء المقدسة يأتي تنفيذا لتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء الذي يتابع شخصيا وبشكل متواصل كافة تفاصيل الجهد الخدمي المبذول، لا سيما فيما يتعلق بتوفير طاقة كهربائية موثوقة للمدينة المقدسة والمواكب الحسينية على امتداد مساحة انتشارها. وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري زار محافظة كربلاء المقدسة للاطلاع على خطة زيارة عاشوراء. ومكتبه الإعلامي طبعا ذكر في بيان أن الشمري وصل محافظة كربلاء المقدسة للاطلاع ميدانيا على آلية تطبيق الخطة الخاصة بتأمين يوم العاشر من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.
من جهته قال وزير الصحة صالح الحسناوي أن جميع مستشفيات وزارة الصحة مستعدة لتقديم الخدمات العلاجية للزائرين فضلا عن توفير الخدمات الطارئة. وزارة الصحة ومستشفيات العتبات ومستشفيات القطاع الخاص في محافظة كربلاء كلها مستعدة لتقديم الخدمات العلاجية ومجهزة بالأدوية المستلزمات المعدات الطبية. هناك فرق طبية، كل العاملين في دار صحة كربلاء والكوادر الساندة والمتطوعين يعملون على مدار الساعة 24 ساعة، إضافة إلى خدمات العمليات والخدمات الطارئة متمثلة بسيارات إسعاف بحدود 100 سيارة إسعاف موزعة بشكل دقيق على محاور الزيارة وعلى مسار عزاء طويريج بنقاط ثابتة، بالإضافة إلى أسطول آخر للحالات لا سمح الله الطارئة مستعد خارج المدينة. الطرق مؤمنة، الأدوية متوفرة، المستلزمات الطبية متوفرة، إن شاء الله مستوى الخدمات راح يكون مستوى عالي ومرضي لزوار أبا عبد الله الحسين. للمزيد مشاهدينا حول الموضوع ينضم معنا مباشرة من كربلاء المقدسة مراسلنا من هناك محمد التميمي. محمد مرحبا بك، هذه الليلة ليلة العاشر من محرم، حدثنا عن أهم الشعائر الحسينية التي تقام في هذه الليلة. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لك زميلي مسلم ولكل مشاهدي قناة الفرات الفضائية. عظم الله جورنا وجوركم بذكرى استشهاد الإمام الحسين وأخيه بالفضل العباس والثلة الطاهرة المؤمنة الذين استشهدوا معهم في واقعة الطف الأليمة. بالتأكيد كربلاء المقدسة في مثل هذه الأيام تفتح ذراعيها لاستقبال الحشود المؤمنة الذين توافدوا من كل حدب وصوب لإحياء مراسم زيارة العاشر من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأخيه بالفضل العباس. بالتأكيد كربلاء المقدسة على أهبة الاستعداد لاستقبال هذا العدد الكبير من الزائرين. كربلاء المقدسة في هذه الأيام تشهد يعني المواكب العزائية الموجودة في كربلاء المقدسة وهي تحيي هذه الليالي، ليالي شهر محرم الحرام في يعني مرقد الإمام العباس عليه السلام وأخيه الإمام الحسين وما بين الحرمين الشريفين. طبعا بالتأكيد أعداد كبيرة من المواكب، ما يقارب أكثر من 600 موكب عزائي مشارك في هذه الأيام المباركة، وأيضا المواكب الخدمية التي تقدم الخدمات المتنوعة إلى الزائرين في كربلاء المقدسة، إضافة إلى المواكب الأخرى الغير مسجلة وهي المواكب الصغيرة المتواجدة في شوارع وأزقة أحياء كربلاء المقدسة. أيضا من الجانب الأمني هنالك استعدادات أمنية كبيرة جدا لحماية الزائرين الذين سيشاركون غدا في ركضة طويريج، هذه الشعيرة المهمة، هذه الشعيرة التي تقام سنويا من في كربلاء المقدسة توجها إلى مرقد الإمام الحسين وأخيه بالفضل العباس عليهم السلام. هذه الشعيرة تحتاج إلى غطاء أمني واسع جدا، لذلك ارتأت قيادة عمليات كربلاء المقدسة وأيضا قيادة شرطة كربلاء المقدسة بنشر قواتها الأمنية في شوارعها وأزقتها تحسبا لأي طارئ. إضافة إلى ذلك يعني مشاركة رئاسة أركان الحشد الشعبي بمشاركة أكثر من 1500 عنصر من القوات الخاصة لتأمين هذه الشعيرة. هنالك استعدادات كبيرة جدا لهذه الشعيرة المهمة، كون أعداد الزائرين سيكون فيها كبير جدا، وخصوصا أن هذا العام أعداد الزائرين أكثر بكثير من الأعوام السابقة، وهذا ما نشاهده في كل ليلة عند مرقدي الإمام الحسين وأخيه بفضل العباس عليهم السلام. هذا من الجانب الأمني. أما من الجانب الخدمي فهنالك استنفار كبير جدا من قبل الدوائر الخدمية في كربلاء المقدسة وأيضا إسناد من بقية المحافظات المجاورة يعني لتقديم الخدمات المناسبة والملائمة إلى الزائرين. أما إذا أجئنا من الجانب الروحاني فصراحة كربلاء في مثل هذه الأيام تعانق عنان السماء من خلال تلك القباب الذهبية الشامخة، وتعطي الفرصة إلى الزائرين الذين توافدوا إلى هذه البقعة الطاهرة للدخول إلى رحاب الإمام الحسين وأخيه بالفضل العباس عليهم السلام، ونشاهد يعني الزائرين من شتى بقاع العالم، ونشاهد الزائرين بمختلف الأعمار من أطفال ومن نساء ومن رجال ومن شباب ومن أيضا كبار السن وأيضا حتى المعوقين. صراحة عندما تشاهد الزائرين المختلفين بالجنسيات، المختلفين بالأعراق، المختلفين بالأديان، تشاهدهم هنا في كربلاء المقدسة، هذه كلها يعني رسائل إلى العالم أجمع أن الإمام الحسين عليه السلام هو للإنسانية جمعة، والإمام الحسين عليه السلام هو مدرسة ستبقى خالدة إلى قيام الساعة. نعم،
مراسلنا من كربلاء المقدس محمد التميمي حدثتنا مباشرة من هناك، شكرا جزيلا لك. أقامت الجامعة التقنية الوسطى في العاصمة بغداد حفلا تأبينيا بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بحضور نخبة من الأكاديميين ورجال الدين والمفكرين وطلبة الجامعات. المزيد مع تقرير حسين ياسين. القيم الأخلاقية في نهضة الإمام الحسين عليه السلام ودورها في بناء المجتمع هي أبرز النقاط التي تضمنها جدول أعمال الحفل التأبيني الذي أقامته الجامعة التقنية الوسطى في العاصمة بغداد بحضور نخبة من الأكاديميين ورجال الدين والمفكرين وطلبة الجامعات لأهمية تلك القيم في تصحيح المسارات الخاطئة في العصر الراهن. موضوع الإمام الحسين موضوع مهم يدرس حقيقة ضمن بحوث عالمية كثيرة وليس في العراق. استذكار هذه المناسبة معناها دعم لهذه الثلة من أهل بيت النبي والتي أعطت لله كل شيء، فأعطاها الله كل شيء. الإمام الحسين ضحى بنفسه وبعياله وبأهل بيته من أجل إعلان كلمة الحق. أما من الجوانب الأخرى التي تم التركيز عليها فهي المبادئ الإنسانية المتجسدة في الثورة الحسينية الخالدة والمتجلية بالقضاء على الظلم وتحقيق العدل والمساواة، إذ لم تنحصر آثار الثورة بطائفة دون أخرى ولا بزمان دون غيره، بل شملت كل أحرار العالم على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم. ثورة الإمام الحسين، يعني الإمام الحسين ليس حكرا على المسلمين فقط، ولكن مثال يقتدي به كل العالم، يعني نموذج حتى في الأمم المتحدة في أي مجال يذكر مسيرة الإمام الحسين عليه السلام. الوسط الأكاديمي يهتم كثيرا بهكذا أمور باعتبار أن الحسين هو سيد شباب أهل الجنة، والشباب هم عماد المجتمع العراقي، أكثر من 60% نسبة الشباب، لذلك قدوتهم الإمام الحسين في رفض الظلم، في محاربة الفاسدين، في أن يكون فعلا مثال يحتذى وقدوة لهم، لذلك الشباب مهتمون بهذه الفعالية وهم حريصون دائما على إحيائها في الوسط الأكاديمي وحتى في بقية الأماكن الأخرى بالمجتمع العراقي. ومع قرب حلول العاشر من شهر محرم الحرام، فإن إعادة استحضار سيرة أهل البيت وواقعة الطف الأليمة ما هو إلا تعبير عن التمسك بالقيم والمبادئ الإنسانية والخلقية السامية لهذه الثورة العظيمة، كونها تمثل أيضا منظومة ثقافية وإسلامية ذات خصائص متكاملة ومؤثرة في واقع جميع المجتمعات الساعية لتحقيق العدل الإلهي. حسين ياسين، الفرات، بغداد. أعلنت هيئة المواكب في العتبة العلوية المقدسة بمحافظة النجف الأشرف عن خطة من محورين لتنظيم المواكب الحسينية في المحافظة. مسؤول وحدة الهيئة حسن زكي بيّن أن عملية استقبال مواكب العزاء تكون على شكل كراديس ومجموعات، فيما أشار إلى أن عدد المواكب بلغ نحو 800 موكب مقسمة إلى 300 موكب للمشي و200 موكب للمشاعل و300 موكب خدمي لتقديم الخدمات إلى الزائرين، وأكد توفير أكثر من 2500 متر مربع كمساحة خاصة لمواكب المشاعل. تواصل الجموع المؤمنة في النجف الأشرف إحياء ذكرى فاجعة الطف الأليمة، حيث أحيا جامع الهندية الليلة التاسعة من محرم الحرام ليلة علي الأكبر عليه السلام، واستذكر الخطيب الحسيني دور هذا الشاب المؤمن في معركة الطف ومناصرته لإمامه ووالده الإمام الحسين عليه السلام.
الديوانية كباقي المحافظات اتشحت بالسواد وانتشرت فيها مجالس العزاء لتنطق حزنا على ما جرى في العاشر من محرم الحرام، حيث استشهاد سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. التفاصيل مع ليث صلاح. أجواء اتشحت بالسواد ووجوه على هالحزن، فالكل يحيي ذكرى عاشوراء المؤلمة. إخلاص لا يوصف في إظهار الانتماء لمنهج سيد الشهداء عليه السلام، تفسره الحاجة للارتباط بالقيم الإنسانية المثلى ومبادئ الإسلام الحق. فالمجالس الحسينية تمثل مدارس تتعلم دروسها الأجيال. قضية الحسينية حقيقة تكون هي فيها إصلاح المجتمع، القضية من المجالس هاي نشر ثقافة أهل البيت، نشر الفكر الحسيني. الغاية من المجالس التآخي، التكاتف، التآزر. الهدف من هذه المجالس الحسينية توعية الشباب والسير على طريق الحسين، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما يأمر به الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة الوالدين. فيما يجد الشباب في المجالس الحسينية فرصة للوقوف على أبواب الإمام الحسين عليه السلام، ليستمدوا العزم والإرادة والالتزام بمنهجه القويم. منذ 1000 عام ما زالت هذه المجالس تتجدد وتحيا رغم كل ظالم، رغم كل من حاول أن يغيب حقائق هذه الثورة التي قام بها الإمام الحسين عليه السلام من ذلك الزمان ولا هذا اليوم. نحث على الشباب في استلهام خطى هذه الثورة الحسينية، تستمد منها الأجيال الفهم والأخلاق في مجالس الحسين عليه السلام. هذه المجالس التي تعمر بذكر الله وذكر أهل بيته، والتي تعمر بذكر الأخلاق الحميدة والسيرة الطيبة التي سار عليها أهل البيت والرسول الأكرم. وتبقى المجالس الحسينية تقدم دروسا نتعلم من خلالها مبادئ التضحية والإيثار والعدالة التي جسدها الإمام الحسين عليه السلام. ثورة الطف الخالدة التي لا تنطفئ نارها في قلوب المحبين والموالين الذين يحرصون على التواجد في المجالس الحسينية من أجل استلهام دروس العزة والإباء التي خطها سيد الشهداء عليه السلام. من قضاء الشامية في الديوانية، ليث صلاح، الفرات. يحرص أبناء المثنى على مواصلة إقامة مراسيم عاشوراء تعبيرا عن التمسك بمنهج العترة الطاهرة. ومن بين تلك الفعاليات التي تقيمها المواكب والدورات التثقيفية التي تهدف لتوضيح مبادئ ثورة الطف العظيمة. محمود قاسم لديه التفاصيل. موكب بعد آخر وعزاء مرتبط بعزاء، هكذا يبدو محرم الحرام في المثنى. مواكب العزاء الحسيني في قضاء الرميثة تستمر بعزائها رافعة راية الولاء لنهج الإمام الشهيد بمشاهد تجسد حجم الفاجعة الكبير. هذا الموكب يصل تعداده إلى أكثر من 600 شاب يمثلون طبقة الشباب الرياض في مدينة الرميثة. الحقيقة هذا الموكب فيه عدة فعاليات، بالإضافة إلى موكب عزاء زنجيل هنالك محاضرات دينية، هناك محاضرات إرشادية، هنالك تركيز على شريحة الأطفال باعتبارهم الأساس واللبنة الأساسية في بناء المجتمع. خدام الإمام الحسين عليه السلام في موكب الجمهور الرياضي عزموا على عدم اقتصار فعاليات وأنشطة الموكب على مسيرة العزاء، بل تضمنت دورات تثقيفية تهدف إلى شرح مبادئ القضية الحسينية وأهدافها لمحاربة الأفكار المنحرفة. لكن احنا موكبنا لا يقتصر بس على زنجيل، هناك دورات تثقيفية وهناك دورات دينية وهناك دورات على تعليم القرآن وكيف تعليم الفئات الصغيرة اللي هي لإحياء هاي الشعيرة الحسينية في هذه الأيام المحرم الحرام. موكب الجمهور الرياضي في مدينة الرميثة الآن يعني يوجه رسالة إلى كل المواكب الحسينية في العراق وفي العالم الإسلامي بأنه سيستمر على النهج الذي خطه الإمام الحسين عليه السلام، بذلت نفسها
توجيه هذه الرسالة والابتعاد عن كافة الانحرافات. الالتزام بالعزاء والحفاظ على طابعه التقليدي وجعله منبرا للحزن والوعظ أهم ما يميز المواكب الحسينية هنا. من المثنى محمود قاسم، الفرات. يواصل مجلس العزاء الكبير في مدينة المعقل بالبصرة أحياء الأيام العاشورائية، حيث أحيا السيد هادي الطويرجاوي ليلة استشهاد علي الأكبر فلذة كبد الإمام الحسين عليه السلام وأشبه الناس برسول الله. أقول الراح شير موكب شهيد المحراب في كركوك، ومنذ اليوم الأول من شهر محرم أصبح نقطة مركزية في منطقة التسعين، حيث تقديم الخدمات للمعزين وتنظيم المسيرات الحسينية. التفاصيل مع سيف الله اليونس. الشهادة هنا درس، والاتزان هنا عنوان، والوحدة هنا هدف. كركوك تلك الباقة التي تزهر بتنوع أهلها، تجتمع تحت راية الإمام الحسين عليه السلام في موكب شهيد قال كلمة الحق فاعتلى. بسم الله الرحمن الرحيم. في ذكرى استشهاد الإمام حسين عليه السلام أقمنا موكب شهيد المحراب في كركوك، ونخدم إن شاء الله جميع أهالي كركوك ومستمرين، وإن شاء الله موعدنا كربلاء. موكب شهيد المحراب من أول يوم لحد إن شاء الله الأربعينية متواصلين الشباب بخدمة الإمام الحسين، وأجواء كركوك حسينية بحتة إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والسداد لخدام أبا عبد الله الحسين. موكب شهيد المحراب في عامه الأول وضع بصمته وسط كركوك في مدينة تسعين القديمة التي تشهد ذكرى استشهاد أبنائها على أيادي الظالمين، وتستنبط الإصرار من شهيد الحق وذكرى الثورة الحسينية. نحن اليوم اجتمعنا في موكب شهيد المحراب وأبناء عزيز العراق لخدمة زوار أبي عبد الله الحسين، كل أبناء محافظة كركوك، لهذا سمي محافظة كركوك التآخي بكل قومياتها وأطيافها. يجدد أبناء كركوك عهدهم عبر موكب وسط تسعين الشهيدة. من كركوك سيف الله اليونس، الفرات الفضائية. ختام نشرة محرم، نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.